هذه 25 عام مشيت لانجلتر وقريت تماك وديفلوبت راسي في لانجلتر حيت كانت بالنسبه لي هي الطريقه الوحيده اللي ماشي نقدر نوصل بها باش وصلت لهذا الشيء اللي هو في المغرب. جيم بيان لي صندال ديالهم ملي كنت في الليسي كنت كنقلب عليهم كنبغي نشريهم مي ما كانش عندنا ديك الساعه لا مارك في المغرب دونك كنت لا سافرت على ليترونجي شي حاجه كنت كنمشي ناخذ دي صندال ديالهم اي لا جو فيان اوجوردي دو ديكوفرير لا كوليكسيون ديفير هذه اللي كنت معمري شت اي دايور جو بورت دي بوت ديالهم اي فرانشمون لي بوت هايبر كونفورتابل واللي زوين سي كو هايبر سرين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.